وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا بك سيدي أحمد، ربنا يبارك. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. مع المسألة 94 شيخي الكريم، من المسائل الاختلافية بين الفقهاء، هل يصلى على السقط الجنين يعني أم لا يصلى عليه شيخي الكريم؟ وهل يستوي السقط الذي كان قبل 4 أشهر أم ماذا شيخي الكريم؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل. اذا السقط اذا استهل صارخا او عاطسا، يعني علامة من علامات الحياة تدل على الحياة، فهذا يصلى عليه بلا خلاف. السقط اذا استهل صارخا او عاطسا فيه علامة تدل على حياته فهذا يصلى عليه بلا خلاف. والسقط قبل 4 أشهر لا يصلى عليه بلا خلاف، إلا يعني خلافا شاذا. يبقى السقط إذا أتم 4 أشهر وولد ميتا، يعني لا لم يستهل صارخا، استهل صارخا ده ما في المسألة الأولى. إذا أتم 4 أشهر و5 أشهر و6 أشهر احنا طالعين كده، لكنه ولد لا حياة فيه، فهل هذا يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ هذه هي المسألة الخلافية. ورد عن أكثر أهل العلم أنه لا يصلى عليه، وورد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث جابر في سنن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استهل السقط صارخ، يورث السقط إذا استهل صارخ، لكن هذا في إيه؟ في التوريث، يورث أو السقط يورث إذا استهل صارخا، هذا في التوريث. فقاسوا على الميراث، قالوا هنا جرت عليه أحكام الميراث لأنه استهل صارخا، وبالتالي فيبقى لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، فهنا في قياس. في حديث آخر ليس بصحيح، وهو أن السقط إذا استهل السقط يصلى عليه ويدعى لأبواب المغفرة والرحمة، لكن هذا إذا استهل، يعني ده وضع قيد، ده نقدر، هو عموما الحديث ده ضعيف، ليس بصحيح، فيبقى نستبعده من المسألة لأنه ليس بصحيح، إنما يبقى معهم القياس على حديث أنه إذا استهل صارخا فإنه يورث. نعم، معي اتصالات ونواصل إن شاء الله دكتور متولي. مزينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فندم. السلام عليكم يا أختنا. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، تفضلي. لو سمحت عاوز أتكلم شوية. هات سؤالك، بارك الله في عمرك، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اكلم حضرتك طلب. اتفضلي. عايزه اشوف اي زمايله واي حاجه، عايزه اطلع امها وامها.
صوتك غير واضح معايا، ارفعي الصوت واعيدي الكلام من فضلك، اتفضلي. عايزه اي جمعيه ولا اي حد من اهل الخير يطلع لي امهم. عمره؟ الام. رب يكرمك يا رب ويكتب لنا ولك الحج والعمره، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكتب لك هذا الخير، اللهم امين عما قريب، اللهم امين. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا امه الله، تفضلي. هات سؤالك. انا باجي على اللي ظلموني، وكل ما اقرب من ربنا ارجع تاني عن الصلاه، مش عارفه اعمل ايه. نفسي ان انا ارجع تاني لربنا واصوم وصلي، بس انا كل اللي بطلبه من ربنا عايزه حقي. اعمل ايه عشان ان انا ما اقولش يا رب هات لي حقي من اللي ظلموني؟ ربي جاي او مش عارفه اعمل ايه. ربي يبارك فيكم، قولي لي الحل ايه. الله يصلحنا ويصلحك ويهدينا ويهديك ويتوب علينا وعليك، شيخنا يجيبك ان شاء الله. استاذ غريب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ احمد. الله يرضى عنك يا استاذ غريب، اتفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم بارك الله رب العالمين، اهلا ومرحبا. عندي ثلاث اسئله يا شيخ، بس بعد اذنك اقول عليك. اتفضل يا استاذ غريب. اول سؤال، صلاه الجنازه جهرا يعني ممكن الواحد يقرا بصوره بصوت عالي ولا في السر؟ كيفية صلاة الجنازة؟ كيف تصلى صلاة الجنازة؟ شيخنا يجيبك، حاضر إن شاء الله. السؤال الثاني، في الصلاة المفروضة البسملة جهرا أم سرا؟ البسملة، حاضر. طب وآخر سؤال بقى يا شيخ بالله عليك. نعم تفضل. دلوقت لو الواحد عايز يطلع يعمل عمرة وملتحي أو يطلع يعمل ختمة حجاج، والشرط ان هو يحلق دقنه، يحلق ام لا؟ علاقة العمرة بحلق اللحية. اي يحلق ويطلع ولا يغسل ويطلع؟ خدمات حجاج شرطين، انت عشان تطلع خدمات حجاج تحلق اللحية؟ احلق اللحية. طيب شيخنا يجيبك ان شاء الله. استاذة رقية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا. تفضل. ممكن نسأل الشيخ على سؤال؟ تفضل يا فندم. هات سؤالك وطي التلفزيون من فضلك. يا شيخ لو سمحت عايز اسألك على حاجة. تفضلي. انا كنت عملت حاجة غلط وعايزة اكفر عنها، وزوجي زعلان مني ومش عارف ينسى الموضوع ازاي. معايا يا شيخ؟ معاكي، لكن هو يعني في موضوعات ما تنفعش في الهواتف في الشاشات يا اختنا. شيخنا يجيبك، الله يسترنا وياك. شيخنا يجيبك، حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. نواصل، هل يصلى على السقط ام لا؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر اهل العلم قالوا لا يصلى عليه طالما هو لم يستهل صارخا، وقاسوا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما السقط إذا استهل صارخا فإنه يورث، فقالوا أحكام الميراث تجري على إذا استهل صارخا، وبالتالي يقاس عليه أيضا الصلاة وغير ذلك. الفريق الآخر من أهل العلم، الفريق الأول ده فيه أنا سميته صحابيين، جابر وابن عباس رضي الله عن صحابة نبيه محمد، وعلى ذلك أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعي. الفريق الثاني ومنهم أيضا من الصحابة أبو هريرة وابن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا يصلى على السقط إذا بلغ الأربعة أشهر، والكلام هنا إذا لم يستهل صارخا. إحنا حررنا مسألة الاستهلال صارخا دي في أول الكلام. قال يصلى عليه إذا بلغ أربعة أشهر، وعندهم حديث المغيرة رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وغيره بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ورجح اختار
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار ذلك الإمام النووي وإسحاق بن راهوي واللجنة الدائمة والشيخ الألباني عليه رحمة الله وجمع من أهل العلم المعاصرين، قالوا إذا السقط بلغ 4 أشهر فإنه يصلى عليه. واعتمدوا أيضا على حديث في هذا، قالوا الظاهر أنه يصلى عليه لحديث ابن مسعود في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم مثلها، يعني 40 يوما مضغة ثم علقة، 40 يوما علقة ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. فقالوا طالما نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر فالظاهر أنه يصلى عليه. على الخلاف ما بين الفريقين، أختاروا والله أعلم أنه إذا بلغ 4 أشهر وولد ميتا أنه يصلى عليه والله أعلم. نعم شيخ كريم، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه، اللهم أمين يا رب العالمين. أخت المتصلة تقول يعني تريد أن تتثبت أو تثبت على الحق، تقول كلما اقتربت من الله عز وجل ترجع تاني، ربنا يهدينا ويهديها ويصلح حالنا وحالها يا رب العالمين، كيف نثبت على الطاعة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا من باب التذكرة نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكنه في هذه المسائل لابد أن يكون الواعظ والواعظ من داخل الإنسان، لابد أن يعرف أن الصلاة عنوان المسلم، وأن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة اختلفت عن سائر الأركان، فكل الأركان كانت بواسطة جبريل عليه السلام، لكن الصلاة لما أراد الله أن يفرضها فإنه استدعى النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج لأهمية الصلاة، وترك الصلاة وتارك الصلاة على خطر عظيم، لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلوات، وقال إنه من لم يحافظ على الصلوات فإنه يحشر مع فرعون وهامان وأبي ابن خالد. فإذا كان الإنسان ليس عنده هذا الواعز وهذا الواعز من نفسه، فإنه مهما استمع إلى نصائح فإنه سيعود مرة ثانية يتنكب الطريق. فنقول للأخت نصيحة، بمجرد ما تسمع المؤذن قومي في الحال وصلي، واجعلي ذلك هو عنوان حياتك، أن تصلي الصلاة لأول وقتها حتى لا يأتيك إبليس وهو بسوف ونؤخرها قليلا، يخرج الوقت ويخرج الوقت ويستمر الأمر على هذا. لكن إن مجرد ما تسمع الأذان ننصح أن تقوم للصلاة مباشرة، بمجرد ما تسمع تتوضأ وتصلي مباشرة، ولتعلم كما قلت أن تارك الصلاة على خطر عظيم. نعم شيخ، نسأل الله أن يثبتنا وإياه، اللهم أمين، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا كريم. مرحبا بك يا أستاذ أحمد، ومرحبا بالشيخ متولي. الله يحفظك ويرضى عنك وعن شيخنا يا رب وعن مشايخنا جميعا المسلمين. سؤالي هو حكم وغرامة التأخير في البيوع. السؤال؟ ما هو حكم غرامة التأخير في البيوع؟ حكم غرامة التأخير في غرامة البيوع. التأخير في البيوع، حاضر. عاوز رقم الشيخ لو سمحت يا استاذ احمد. يعني اقفلش وخد الرقم من الشباب في غرفه التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. حياك الله، ربنا يبارك في عمرك. الله يرضى عنك. ربنا يحفظك، ربنا يبارك في عمرك. وانت معلش ليا سؤالين عند حضرتك كده. اتفضل. السؤال الاولاني اللي هي اختي كده، يا ربنا يبارك في عمرها ويحفظها، بنت قالت لي انا مش عايزه منك حج في الميراث ولا في حاجه، بس اهم حاجه لما نيجي البيت عندك انا نبنا وعيالي كده مبسوطين، ويعني تكبر بخاطرنا وكده، بس انا مش عايز اي فلوس ولا اي حاجه عشان نيجي البيت ونبقى مبسوطين وقاعدين مع بعض. فالكلام ده ينفع شرعا ولا ما ينفعش؟ السؤال الثاني. والله انت راجل محترم.
ربنا يبارك فيك. وهي ست محترمه. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيكم. اتفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني الزوجه لو يعني تعبت وبقت تعبانه وهاجر الزوج وسريره في المكان اللي هو فيه مثلا وبتنام في غرفه منعزله. ده عليها اسم شرعي ولا يعني من ترك من هو ولا هي؟ هي. هي اللي تركت غرفة المعيشة وراحت خارج الغرفة؟ اي نعم. ده لسبب مرض يعني؟ لا يعني ربما مجهدة، ربما شغل البيت كتير، ربما الحياة دي كده يعني. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيكم وفي البرنامج يا شيخنا. الله يحفظك وفيكم بارك الله رب العالمين. اتفضل يا فندم. والله كان عندي كام سؤال حضرتك. اول حاجه انا مدرس انجليزي. هات اسئلتك اتفضل. وبعدين عندي انا بدي دروس بس بدي انا شغال في مدرسه في قريه جنب القريه بتاعتي. ف 90% او 95% من الاولاد اللي بديها دروس من البلد غير البلد اللي انا فيها. تمام يا فندم. فانا عايز اعرف يعني هل الدروس كده حلال ام حرام؟ السؤال الثاني حضرتك. انت بتفرض على حد ياخد عندك درس يا استاذنا؟ لا خالص يا فندم، لا خالص. بتميز الاولاد يعني مفيش اي مجاملات للي بياخدوا عندك؟ لا ولا اي كلام. الحمد لله يعني رب العالمين. طيب حضرتك السؤال الثاني بالنسبه للاولاد اللي هم بياخدوا درس اللي ما بيفهموش كويس يعني مش جايبين نتيجه معايا الى حد ما يعني كويس، هل الفلوس اللي انا باخدها حلال ام حرام؟ والسؤال الثاني حضرتك بتعمل اللي عليك ولا لا يا استاذنا؟ اتفضل يا فندم. نعم بتعمل اللي عليك وبتشرح لهم كويس؟ ده اكيد. ما هم قاعدين وسط المجموعه اغلبها مثلا بيفهموا كويس وشغال معايا، في بعض الاولاد كده اثنين ثلاثه في المجموعه ما بيفهموش كويس ومش جايبين نتيجه معايا. هل اخد عليهم فلوس ولا الفلوس فيها شك ولا فيها بالظبط؟ انا في خير من هذا. السؤال الثاني حضرتك لو سمحت بالنسبه لدعوه الاقارب في الافراح. يعني لما يبقى اخ ليا او اخت مثلا عند المدام بتاعتي مثلا بتدعي الفرح، والفرح زي ما حضرتك عارف الهندوس اللي فيه من الكلام ده كله الاغاني والكلام ده كله. هل يلبي الدعوه ولا الدعوه كده حرام الذهاب للافراح في الاماكن دي يعني؟ حاضر. طيب والسلام مصافحه حماتي يا فندم، حماتي ست كبيره يعني مصافحتها حلال ام حرام؟ حماتك؟ نعم؟ ام والدتك؟ ام زوجتك؟ ام والدتي ام زوجتك. حاضر. ام زوجتك تصافحها ام لا؟ حاضر. وفي ناس برضه يعني ناس انا ما اتكلمتش في الموضوع ده كتير، الناس قالت لي ده تشدد، قلت لهم يا جماعه ده مش تشدد والله اعلم بيه. فانا السؤال الاخير ماذا؟ يوضح لنا. نعم لا ما سمعتش السؤال الاخير. لا بقول لحضرتك لما قعدت اتكلم الناس في الموضوع ده ان مصافحه النساء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، في ناس قالت لي ان كده انت متشدد. معايا يا فندم؟ معاك. اصل انت فاهمان الاول سالت عن مصافحه حماتك دون بقية النساء. نعم شيخنا كريم متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخ الأستاذ غريب يسأل عن كيفية صلاة الجنازة وبيقول هل ممكن يقرأ صورة ويرفع فيها الصوت؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة الجنازة القراءة فيها تكون سرا، تكون سرا ولا تكون جهرا. جهرا؟ لا تكون جهرا، لا تكون جهرا، تكون سرا. تمام. الكيفية كيف نصلي صلاة الجنازة؟ كيفية أنه يعني ينوي أن يصلي على المتوفى من أموات المسلمين، وإن كانت امرأة يقف عند صدرها وإن كان رجلا يقف عند رأسه، ثم يكبر أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية النصف الثاني من التشهد من أول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة والسلام إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويخلص في الدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو لعموم المسلمين ولنفسه والله أعلم. الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. من أسئلة صفحة القناة على الفيس شيخي كريم، الأخ يقول هل يجوز للإنسان بعد ما يكبر يذبح عقيقة لنفسه يعني هو يعق عن نفسه؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن العقيقة تذبح في اليوم السابع كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تعذر أن يذبح في اليوم السابع
ففي الرابع عشر في الحادي والعشرين، وإن كان الحديث والذي ورد في ذلك ليس بصحيح لكن هو يستأنس به. طب هب أنه تعدى مرحلة الطفولة ولم يذبح عنه والداه لضيق ذات اليد أو لغير ذلك، هل يجوز أن يذبح عن نفسه؟ جوز ذلك بعض أهل العلم، بعض أهل العلم. وابن سيرين لما تقدم يعني تجاوز مرحلة الطفولة وكسب مالا فإنه ورد عنه أنه عق عن نفسه. نعم شيخ الكريم. أيضا من أسئلة صفحة القناة على الفيس، هل يجوز، لا هذا انتهينا منه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشترط في تسوية الصف الساق أصابع المصلين، يعني الأصابع تلتصق ببعضها شيخ كريم في الصلاة، ولا ممكن يبقى فيه فرجة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الكتف بالكتف، الكعب بالكعب، أو العقب الكعب بالكعب، والكتف بالكتف يستوي الصف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تماسوا تراحموا، فهي مماسة ليست يعني إيه؟ ده في ناس يا شيخنا يعني الرجل على الرجل، مش الرجل جنب الرجل، هي مماسة وبإزاء شديد. لا لا هي مماسة إصرار يعني. نعرف. نعم هي مماسة، تماسوا تراحموا، ولا يجعل فرجة للشيطان يقف في هذه الفرجة، إنما هو مماسة، مماسة فقط. تماسوا تراحموا، أيوة، بشويش يعني، أيوة، مش بعنف. لا ليس بعنف. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا بحضرتك. الله يرضى عنك. وكان في واحدة معاها ثلاث غوايش. معاها ثلاث غوايش. كانت كل ما تبص لهم في إيدها تقول إني عايزة تتصدق بيهم لمسجد. بس بدون نية يعني، ما كانش عندها نية إن هم يكونوا صدقة جارية. بعد كده تصدقت بيهم للمسجد بس ما كانش عندها نية إن يكونوا صدقة جارية عنها. هل كده يكفوا إن هم يكونوا صدقة جارية عنها؟ خصوصا هي الأيام دي لا تمتلك يعني إنها تعمل صدقة جارية. حاضر، ربنا يتقبل. ربنا، شكرا. فأمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ والله في نعم، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. وفيك بارك الله، تفضل يا فندم. لو سمحت عايزين نسأل الشيخ سؤالين. نعم، تفضل. مع اختلاف المسائل، اختلاف العلماء في المسائل. اختلاف العلماء في المسائل. حق عند الله فكيف نعرف ذلك؟ يعني إن وجدت عالمين مختلفين في مسألة من المسائل، كيف تعرف مع من الحق يعني؟ الحق مع من؟ نعم، إذا طيب. كان الحق عند الله واحد. طيب، حاضر. إحنا بنتكلم في الموضوع ده مع دكتور متولي من أكثر من عام. يعني في حلقات الدكتور يومي الأربعاء والخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي، وطي التلفزيون من فضلك. اسمع معي. تفضلي. هاتي سؤالك. ألو. معاك يا فندم، هاتي السؤال الله يرضى عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. بعد اذن حضرتك، انا ليا واحد قريبي بياخد فلوسي ويتاجر بيها، وطبعا يعني يشتري جهاز كهربي مثلا ويبيعه بالقسط، فبيديني الفلوس في الارباح. فهو كان عنده يعني، هو اديله سنين معايا كده، عنده شقه عايز يوضبها عشان ياجرها، فطلب مني الفلوس وبرده على اساس ان هو يوضب بيها ويدفع بالأقساط بالأرباح، فهل هذا ربا أم لا؟ معلش سؤال تاني بعد إذنك. ابني عنده 15 سنة بيلعب مع أصحابه مثلا ببالي، يعني هي حاجة بسيطة، بس هو أنا قلت له ده يعني قمار، لأن مثلا اللي يكسب ياخد الإيه من 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 صاحبه، فده يعني فعلا قمار ولا لأ؟ اللي هو البالي؟ وجزاكم الله خير. آه. طيب. أنا مبسوطة إن هو بيسأل يعني عشان ما شاء الله هو اللي بيسأل، كويس، الله يرضى عنه. الحمد لله.
حضورك ربنا عز وجل. السلام عليكم. ان شاء الله. نواطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. بعد اذن حضرتك انا ليا ثلاثه اسئله. اتفضلي. السؤال الاول، طبعا وانا سئلت هذه الاسئله، السؤال الاول لماذا ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنه والنار بعد ما خلق سيدنا ادم؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ليه خلق نصارى ونصرانيين ومسلمين وكل واحد ليه عمل، يعني اهل كتاب واهل ليه ما خلقش الناس كلها مسلمه؟ الموضوع ده موضوع طويل جدا، نحتاج يعني دروس في العقيده مش دقائق قليله في برنامج، يعني اسال الله عز وجل القبول، اسال الله عز وجل ان ييسر لنا ولك الاحوال. مشاهدينا الكرام، دكتور متولي معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد الله عز وجل، ونرحب مجددا بالدكتور متولي البراجيلي. أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا بيك سيد أحمد، ربنا يبارك فيك وفيكم، بارك الله رب العالمين. أيضا من أسئلة الأستاذ غريب، البسملة، هل نبسمل في الصلاة في الفريضة أو النافلة، نجهر بها أم لا شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية، والراجح فيها ألا يجهر بالبسملة، وإنما تقرأ سرا على هذه المسألة من المسائل التي سبق أن حررنا، يعني حررناها قبل ذلك في الخلاف بين أهل العلم. الراجح، لأن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، خلف أبو بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يجهرون في رواية كده، يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانت الرواية دي فيها كلام احنا ذكرناه قبل ذلك، لكن فيها كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فمن أجل ذلك رجح يعني أكثر أهل العلم أنه لا يجهر بالبسملة، وإنما يصر به. وإن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنا أكثركم شبها بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فجهر بالبسملة. لذا الذي قال بالجهر بالبسملة اعتمد على هذا الأثر وغيره، لكن أكثر أو ما أراه راجحا هو أن يصر بها ولا يجهر بها. نعم شيخ كريم، بارك الله فيكم. طب مسألة أيضا، أخونا يقول أنه هيطلع عمرة أو حج خدمة حجاج، وتقريبا المسؤول عن الشركة وهو الأخ ملتحي، بيقول له أحلق اللحية، فما حكم هذا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو إن الكلام خدمة حجاج، إن كانت عمرة فالعمرة الجمهور على أنها مستحبة، فلا تنال طاعة الله سبحانه وتعالى في الاستحباب بمعصيته. إنما الكلام في حج الفريضة، هو إذا كان لم يحج حج الفريضة وعنده فرصة أن يحج، واشترط عليه أن يحلق لحيته حتى يخرج، ثم بعد ذلك يطلقها، أرى أنه يحلقها ويذهب لأداء الفريضة ويطلقها هناك مرة ثانية، والله أعلم. نعم، كان في حج الفريضة. الفريضة، نعم، وليس حج تنفل. لا ليس في النفل. بارك الله فيكم. من أولى الناس بحمل المرأة المتوفاة حمل النعش، الله يرحم الجميع. نعم شيخنا الكريم. النعش الخشبي. الخشبي، المرأة محمولة. النعش الخشبي يعني يحمله الرجال. إنما هو قال كان إلى يقصد. معذرة، إلى النعش. إلى يحمل المرأة نفسها. المتوفاة إلى النعش، نعم. سئلت أم المؤمنين عائشة لما توفيت إحدى أمهات المؤمنين، لعلها زينب رضي الله عنها، من ينزلها إلى قبرها، من يحملها يعني وينزل بها إلى قبرها؟ قالت من كان يدخل عليها في الدنيا. يبقى محارمها على التأبيد. نعم شيخ كريم، الله يرحم الجميع ويحفظ نبيهم على خير. نعم شيخ كريم، أيضا من أسئلة الصفحة، الآية الكريمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الأخ يقول هل حب الموت وتمنيه من قوة الإيمان، مصداقا لقوله تعالى في هذه الآية الكريمة،
وهل تمني الموت شيء هين؟ نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أحد يتمنى الموت، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ويكره الموت. قال: ليس بذاك يا عائشة، وإنما المؤمن. الحديث بقى الشاهد هنا أنه لا أحد يعني يحب الموت، والله سبحانه وتعالى سماه مصيبة، مصيبة الموت. النبي عليه الصلاة والسلام وجه لذلك فقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. إن كان لابد يعني عايز يدعو، يريد أن يدعو فيقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة يعني إيه خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي، أو يقول: اللهم إذا أردت فتنة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة فبعبادك أو فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتمنى الموت إلا بهذا القيد يعني اللي احنا ذكرناه من حديثي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. غرامة التأخير، نعم شيخ كريم، في البيوع ما حكمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. غرامة التأخير على العقود المالية ربا، يعني إن تأخرت في السداد فعليك غرامة تأخير كذا، هذا شرط فاسد وهذا من الربا. لكن غرامة التأخير الجائزة هي في عقود المقاولات، يعني هو ينفذ لك عمارة، يبني لك عمارة، وأنت تضع عليه إذا تأخر عن تسليمه في الموعد فعليه غرامة تأخير كذا في عقود المقاولات. لكن في العقود المالية إذا لم تسدد عليك غرامة تأخير فهذا ربا وهذا لا يجوز. وفي عقود المقاولات لا يأخذ إلا ما تضرر به فقط. نعم شيخ كريم. الأخت تقول: أنا عملت حاجة ذنب يعني وتابت عنه، وزوجها مش قادر يسامحها، تعمل إيه عشان زوجها يسامحها؟ شيخ كريم ربنا يتوب علينا وعليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الأفضل طبعا للأخت أن تأخذ الهاتف وتتصل، لأنه لابد أن نقف على نوع الذنب. لكن على العموم عليها، هي لم تعرف زوجها، فهي بالتالي يبقى الأمر خرج عن دائرة الستر، فهنا هي لا تطالب زوجها بأكثر مما يحتمل. إن كان الذنب الزوج لا يحتمله وهي ينغص عليه حياته، فلتخيره بين أن يمسكها أو أن يطلقها. لكن لابد أن نعرف نوعية الذنب فتتصل ويعني نجيبها إن شاء الله. بارك الله فيكم دكتور متولي، صلى الله يسترنا وإياها والمسلمين والمسلمين والمسلمات بستره الجميل. لأخت ربنا يبارك لك ويبارك لها حبيبي، مش عايزة مرصها، بتقوله: بس لما أجي أنا أولادي البيت تكبر خاطرنا وتكرمنا. فهو بيقول في الشرع ده صح أنه ما يدهاش المرص وهي المتنازلة عنه؟ شيخ الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا يعني استحقت الميراث وعلمت نصيبها وكان تحت يدها، يعني تستطيع، ليس على المشاع وإنما هي تملكته وتحت يدها وتنازلت هبة لأخيها، فهذا من الهبات. لكن أن يكون على المشاع وهي تستحي من أخيها وهي لم تمسك شيئا بعد، فنقول: انظر، هل لماذا قالت ذلك الكلام؟ هل هي عندها يعني قدرة مالية، قدرة مادية، يعني لا مستغنية عن هذا الميراث؟ فلينظر في هذا. هذه مسألة لابد أن نسمع فيها للطرفين. نعم. لماذا تنازلت الأخت؟ يعني هي متيسرة وتنازلت لأخيها، هذا جائز. لكن إن كانت هي تستحي من أخيها فنقول للأخ: أعطها ميراثها حتى وإن قالت يعني الأول يعني نعرف هي لها كام. أيوة. وهي تعرف حقوقها في بيت أبيها، ثم بعد ذلك لها حق أن تتنازل أو لا. لا صحيح. نعم شيخنا الكريم. سائل أو سائلة تسأل وتقول: هل تقتصر واجبات الزوجين اتجاه بعضهما على الحقوق المادية وحقوق الفراش، أم أنه يتوجب عليهما مراعاة النواحي العاطفية والشعورية وحق الاتناس وما إلى ذلك، حتى لا يعرض أحدهما أو يعرض أحدهما الآخر للفتنة؟ وهل يأتم من يهمل أو يتغافل عن ذلك؟ نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين المودة والرحمة، وجعل الزوجة سكنا للرجل وجعل الرجل سكنا للزوجة. ومعنى السكن ومعنى المودة ومعنى الرحمة ليس فقط هو في الفراش ولا في النفقة،
لا، ليس هذا، إنما هو لابد أن يراعيها وأن يعني ينظر إلى ما تفكر، يعني ما تتكلم فيه، يعني يراعي مشاعرها، يراعي ما تتكلم، يستمع إليها، يكون بينهم هذا الأل. نعم. الألف والمودة، لكن أن يكتفي على أنه ما هو لا، هذا يعني ليس صحيح. هذا وما يكونش ده هو وهي سبب فتنة بعضهما يعني. لا لا، ولنا في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. انظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يراعي أمهات المؤمنين، حتى في العدو كان يعدو مع يلعب مع أمهات المؤمنين، حتى في خدمة البيت كان يخدم مع أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إنما حتى كان ينظر إلى أم المؤمنين عائشة إلى وجهها ويعلم إن كانت غضبانة أم ليست بغضبانة. فلنا في رسولنا أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الزوجة لو تعبانة أو في شيء وخرجت نامت خارج الغرفة، هل تأثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إن كان هذا بموافقة الزوج وكانت مريضة وأرادت يعني ألا يرى الزوج مرضها وأنينها من باب ألا يراها في ضعفها، واختارت أن تبتعد في غرفة أخرى بموافقة الزوج حتى تسترد عافيتها، فأرى أن ذلك لا شيء فيه. نعم شيخ كريم، من أسئلة الصفحة الجمع في الصيام النافلة وقضاء الأيام الفائتة، يعني هل له أن يجمع يصوم الاثنين مثلا أو الخميس بنيتين؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجمع بين فريضة وبين نافلة، إنما هو ممكن يوقع صيام الفريضة في يومي الاثنين والخميس لفضل الصيام فيهما، لكن على نية واحدة وهي نية الفريضة. نعم شيخ الكريم، أخونا مدرس، ربنا يوسع علينا وعليك ويكرمك يا رب، ويبدو أنه هو بيجتهد أنه هو ما يضغطش على حد من التلاميذ ويتقي الله في التلاميذ ويشرح لهم جيدا. الأولاد اللي ما بيبوش فاهمين كويس وهو يأخذ منهم الأجرة أو مصاريف الدروس، هل هذا مال حلال شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا الدروس الخصوصية جائزة طالما المدرس بيبذل جهده في المدرسة ويشرح ويتقي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك من يأتيه يعطيه دروسا خصوصية فهذا جائز على هذه الضوابط. أما إن شرح في الدروس الخصوصية وبعضهم لا يفهم فهو قد أدى ما عليه، لكن من الأمانة أن يبلغ ولي الأمر إن ابنك هذا طوبة، اشرح له ما اشرحلوش ما بيفهمش، حتى يعلم ولي الأمر أنه يدفع مالا ولا يستفد منه ابنه، فهذا من الأمانة. وفي هناك بعض المدرسين يخاف على سمعته، الطالب اللي هو مش هي يعني يتفاخر به أنه تلميذه بيلفظه، يقول لهم لا أنا خلاص مش عايزه ده ضعيف. نعم. بعد محاولات عدة يقول خلاص ده هيسيء إليه. ده صحيح. نعم. هناك مدرسون أيضا يختبر الطلبة قبل أن يوافق على أن يعطيهم دروسا خصوصية، فإذا وجد الحد الأدنى من الفهم ومن العلم فإنه يعطيه يوافق على إعطائه، إن وجده لا يفهم وإن كان يحاول، لكن إذا مع الوقت لا يفهم يرفع الأمر إلى ولي الأمر، إذا وافق. نعم. ولي الأمر خلاص. نعم شيخ كريم، الذهاب إلى الأفراح ويقول يعني هل يلبي الدعوة أم لا؟ نعم، خاصة بما فيها من بعض الأمور. نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي مكان يعصى الله فيه سبحانه وتعالى فلا يجوز أن نذهب إليه، وإلا إذا كنت تستطيع أن تغير المنكر وهو لن يستطيع فلن يذهب، والقاعدة إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت. نعم. ولا ينظر إلى العوام وإنه أفراح وهيصة وساعة والكلام ده كله، لا، قد يكون هذا بالنسبة للعوام يختلف عن على من يعرف ومن يفهم وضابط لهذه المسائل. نعم شيخ كريم. نعم. بارك الله فيكم. مصافحة حماته والدة الزوجة، هل من حقه أن يصافحها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمام محرمة على التأبيد، هي كأمه تماما، فيجوز أن يصافحها ويرى منها ما يرى من أمه، يعني إن لم تكن صغيرة السن طبعا بالضوابط. والفتنة مأمونة. أيوة. نعم شيخ كريم. لكن هو يجوز أن يصافحها، هي محرمة عليه على التأبيد. نعم شيخ كريم، مصافحة النساء، هو الأخ يسأل يقول يعني لما بقول لحد أن
ان ده مش حلال يعني وده حرام وما يجوز. الناس ينكرون عليه هذا الكلام. نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كما ينكرون في دعوة الأفراح ينكرون أيضا في ذلك، ونحن لا نأتي بشيء من عندنا، يعني لا نريد أن نضيق على الناس، وإنما هذا شرعنا، فمن عنده العكس يأتي به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أصافح النساء، وأم المؤمنين عائشة قالت ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط، وإنما كان يبيع حتى في الباء كان يبيعهن كلاما. وفي الحديث لأن يطعم في رأس أحدكم بمخط من حديد خير من له من أن يمس امرأة لا تحل له، إن كان الحديث هذا يعني اختلف في سندي، لكن عندنا الأحاديث الأخرى أنا لا أصافح النساء ولنا في رسولنا أسوة حسنة. وأيضا في الحديث واليد تزني وزناها اللمس. نعم شيخ كريم. الأخ الكريم، الأخت الكريمة تقول أنها تعطي بعض أقاربها مالا للاستثمار، يتاجر لها فيه، يشتري جهازا لأحد الناس ويعطيها المال بالأرباح، الأقساط بالأرباح، فما حكم هذا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت دخلت معه هذه مرابحة وهي تعطيه مالا ويعطيه نسبة من الأرباح، اتفقوا عليها من الأرباح، يقول لك الربع، لك العشر، لك السلس من الأرباح الحقيقية على أن تتحمل معه الخسارة، فهذا جائز. والغير جائز هو أن يثبت لها نسبة ربح، خسرت أم ربحت أكثر فتأخذ هذه النسبة، هذا ربا، هذا لا يجوز. وأردفت السؤال بشق سائل، نعم لو عنده شقة عايز يوضبها فهيأخذ منها فلوس ويهديها لها أقساط أيضا بأرباح، هذا لا يجوز، لأن هذا هو اقترض منها مالا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هي يجوز أن تذهب يعني هي وتشطب الشقة له استصناعا ثم تتربح من ذلك، أو تأتي بمقاول عن طريقها وهي اللي تحاسبه وتأتي بكل ما تحتاج الشقة، فيكون هنا هي شطبت تأخذ مقابل العمل، إنما تعطيه مالا وتأخذ عليه ربح أو فوائد هذا لا يجوز. نعم هو كان عايز يأجرها يعني كأنه عايز يعملها مشروع ويدخلها معاه زي الصورة الأولى يعني. لا 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 ليست مختلفة عن إنما الأولى. هو الحل إنه هو البلي اللي هيخسر هيدفع البلي لصاحبه، وما شاء الله ابنها بيسأل 15 سنة حكم ده إيه. نعم الله جزاه الله خير، هذا لا يجوز، هذا من المقامرة. نعم مش لعب البيل، بيلي نفسه جائز لكن هو غير جائز ان انا نلعبه زمان ده. اخد منك مكسبك. نعم. اخد منك بليك وانت تاخده مني، فهذا من المقامرة، وجرئ على المقامرة بعد ذلك في اكبر من ذلك. نعم شيخ كريم، الاسئلة كثيرة على الصفحة، وايضا معي بعض الاسئلة، ولكن للأسف الشديد الوقت انتهى. لعلنا نبدأ غدا بالاسئلة المتبقية ان شاء الله تعالى مع حضرتك اذا كان في العمر بقية قبل الان بساعة من الزمان. دكتور متولي البراجيلي جزاك الله خيرا، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. ولك بمثل السلام. اللهم امين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق إن شاء الله تعالى إعادة هذا اللقاء في 11 ظهرا من اليوم التالي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.